سؤال برضه، هل الكنيسة أعطت تصريح لإنتاج فيلم عن السيد المسيح في مصر؟ أنا شخصيا لم أعطي أي تصريح، لكن البعض سألوني فقلت لهم لا يوجد ممثل مهما كانت قدرته يستطيع أن يمثل شخصية المسيح في الذات. يعني شخصية المسيح مش بس أحداث بتحدث، ده مجرد ملامحه ليها تأثير وصوته ليه تأثير وكلماته ليه تأثير، يعني وكل الذين اتصلوا به أحبوه واحترموه، وحتى أعداؤه كانوا يخشونه ويعملون له ألف حساب ويقدرون قوة شخصيته. قوة شخصية المسيح ليست سهلة على ممثل انه يوضحها للناس بتمثيله. مع البساطة والحب والبراءة، انا مش عارف اللي هيمثل شخصية المسيح ده يبقى شكله ايه. لكن احنا لا اعطونا السيناريو ولا قلنا لهم ممكن.